السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب المستوى السابع. أهلا بكم طلاب المستوى السابع محاسبة. بس يا شباب، إحنا وصلنا في المحاضرة السابقة، أنا بشرح من فترة يا شباب، لكن يبدو الصوت كانت فيه مشكلة. إحنا وصلنا يا شباب حتى هنا الاثنين السابق، في الفترة القصيرة والفترة الطويلة، اعترفنا وشرحنا ان الفترة القصيرة، واليوم على الفترة الطويلة. ما هو المقصود بالفترة الطويلة؟ اي ازيد من سنة. النظام الزكوي والنظام الضريبي يا شباب اجاز ان يتم محاسبة المكلف سواء عن فترة قصيرة او فترة طويلة، لكن عند الفترة الطويلة اشترط الا تزيد عن 18 شهر. اشترط ألا تزيد عن 18 شهر. في الفترة الطويلة يا شباب هناخد مثال مباشرة، مكلف أجنبي بدأ نشاطه بالمملكة في 1/9/35 وطلب أن تكون السنة الضريبية هي بداية محرم، وأن تتم محاسبته على السنة الأولى نهاية ذي الحجة 1400/1036. وهو عايز يضيف يا شباب شهر 9 و10 و11 و12، يعني 4 شهور من 35 على سنه 36، النظام اجاز له ما دام لم يوصل الى 16 شهر. طيب نعمل ايه؟ نشوف ارباح من 1/9/35 حتى 30/12/35 اللي هم الاربع شهور. هو اصلا ناقص عليهم ب 65,000. نشوف الارباح من اول 1/1 لغايه 30/8، ليه لحد 30/8؟ اللي هي نهايه السنه الاولى للمكلف اصلا. هو السنة كان بيحاسب عليها قبل ذلك. وصلت 100,000. وبعد كده تشوف الأرباح من 1/9 حتى 30/12/36، وده الفترة الزيادة. ونحسب. أول حاجة يا شباب نحسب الـ 65 زائد الـ 100 اللي هو السنة الطبيعية للمكلف. كان هيدفع كام؟ 65 زائد 100، 165 في 20% بـ 33,000. المفروض هو قدم الإقرار ودفع هذا المبلغ. بعد كده نرجع نشوف الفترة الضريبية كلها اللي هي الأربع شهور و12 16 شهر كلهم. أرباحهم كام؟ أرباحهم 65 و160 يبقى 225,000 ريال. 225,000 ريال نحسب الضريبة عنهم، الضريبة عن ال 265,000 هتطلع 45,000. ليه يا شباب؟ ضريبة 16 شهر. أرجع أعمل إيه؟ هنسب هذه الضريبه الى ضريبه سنويه اسمها السنويه، الضريبه الافتراضيه عن السنه. هاخد ال 45,000 واقسمهم على 16 واضربهم في 12، هتديني الضريبه السنويه. كام الضريبه السنويه؟ 33,750، اسمها الضريبه الافتراضيه السنويه. ليه؟ عشان اشوف هو دفع كام. هو دفع لنا 33,000 عن السنه بتاعته. الافتراض 30,750. طب ايه المشكلة هنا؟ انه لو كان الفرق ما بين السنة الضريبة الافتراضية والضريبة التي دفعها تصل الى او ازيد من 10% يدفع غرامة. هو من حسن الحظ هنا لم تصل الى 10%. ليه؟ هو دفع 33 والضريبة طلعت السنوية 33,750، فالفرق 750. الفرق عشان يوصل لازم يبقى 3,300. ماشي يا شباب؟ تمام. ففي هذه الحالة لا يدفع غرامة. والله لو كان وصل 10% وزيادة يدفع غرامة. ماشي؟ تمام. نيجي يا شباب على الفترة الضريبية الطويلة وعقود المقاولات والعقود الطويلة. ناخد مثال على طول. يقول لي هنا تاريخ العقد 1/7/2015، مدة العقد 3 سنوات، قيمة العقد 7 مليون. يعني معناها القيمة التعاقدية للعقد 7 مليون. التكاليف الفعلية للسنة الأولى 1.5 مليون، التكاليف المقدرة للسنة الثانية 2 مليون. التكاليف المقدرة للسنة الثالثة 1.5 مليون. مليون ونصف. لو حسبت التكاليف هتلاقي 1.5 و2 و1.5 يعني 5. والقيمة التعاقدية 7، يعني كده في العقد ده من اوله في 2 مليون ارباح. 2 مليون ارباح. طيب احنا عايزين نحاسب المكلف عن الارباح دي، نحاسبه ازاي؟ ناخد 7 ناقص 5 ب 2 مليون. 2 مليون دي
نحسب ربح السنه الاولى، ربح السنه الثانيه، ربح. طب نحسبهم ازاي؟ لو خدنا 2 مليون ضربناها في 1.5 على 5 هيديني ربح الاولى. لو خدنا 2 مليون ضرب 2 تقسيم 5 اللي هو تكاليف السنه على اجمالي التكاليف يعني، هيديني ربح السنه الثانيه. طبعا ربح السنه الثالثه هو هو ربح السنه الاولى من تكاليف 1.5. دي طريقه. الطريقه الثانيه اذا طلب مني احسب العمل المنجز، يعني معناها المبلغ اللي هيقبضه المقاول من الهيئه اللي شغال فيها هيقبض في السنه الاولى كام؟ اخد 7 مليون واضربها في تكلفه السنه على اجمالي التكاليف. يبقى انا لو عايز اوصل للعمل المنجز باخد قيمة تعاقدية للعقد مضروبة في تكاليف السنة على إجمالي التكاليف، ده يديني العمل المنجز لكل سنة. لو خدت العمل المنجز ده طرحت منه التكاليف يديني الربح. وفي طريقة تانية ممكن أوصل للربح بيها على طول، أشوف القيمة التعاقدية للعقد أطرح منها التكاليف أوصل للربح. وآخد الربح وأضربه في تكلفة السنة على إجمالي التكاليف يديني ربح السنة المطلوب احتساب الربح لها. في كل الاحوال في السنه الاولى لو خدت 2 مليون في 1.5 على 5 هيديني 600,000، ولو خدت 7 مليون في 1.5 تقسيم 5 هيديني 2 مليون و100,000. لو اداني 2 مليون و100,000 ارجع اطرح منهم 1.5 يديني الربح السنوي اللي هو 600,000. ماشي يا شباب؟ ده طريقة ايه؟ حساب العمل المنجز. ماشي يا شباب؟ في مثال اهو. شركة أجنبية تعمل في مجال المقاولات وتستخدم أساس الاستحقاق وتمسك حسابات المقاولات استحقاقات الشركة خلال 2017 عقد إنشاء بتاريخ 1/7 قيمة العقد 8 مليون ريال، مدة العقد 3 سنوات، تقدر التكاليف الكلية للعقد 6 مليون ريال، وبلغت التكاليف الفعلية للسنة الأولى 1.5 مليون ريال. هنا تعتبر إيرادات العمل المنجز للسنة الأولى نقط ريال، 2,600,000 ألف ب 2,400,000 ج 2,200,000 د 2 مليون. طبعا عشان اوصل للعمل المنجز هاخد قيمه العقد 8 مليون واضربها في تكلفه السنه الاولى على اجمالي التكاليف، يعني ضرب 1.5 تقسيم 6 هتطلع كام؟ ماشي. طريقه المحاسبه يا شباب فيها اساسين للتحاسب، اساس النقدي واساس الاستحقاق. الاساس الاستحقاق اللي هو ماشي عليه الشركات كلها، اللي هو حساب ما يخص السنه من مصروفات وحساب ما يخص السنه من ايرادات. احسب اللي يخص السنه من مصروفات واحسب اللي يخص السنه من ايرادات، وده اسمه الاساس الاستحقاق. في الاساس النقدي
اللي هو يتم التحاسب على اساس النقد اي المبالغ المدفوعه والمبالغ المنصرفه فقط. في الاساس النقد المعدل اللي هو يحاسبك في المصروفات استحقاق وفي الايرادات على النقد. الشركات كلها شباب بتتعامل على اساس الاستحقاق ماشي. المهن الحره بيحاسبوا على اساس المعدل يعني المصروفات استحقاق والايرادات نقد. الاشخاص الطبيعيين لهم الخيار يختاروا الطريقه التي يريدونها. طيب عندي هنا مثال، طبيب اجنبي يمارس المهنه في المملكه ويستخدم الاساس النقد المعدل لحساب دخل، اتضح عند فحص اقراري انه ادرج ضمن ايراداته 20,000 ريال متحصلات هذا العام عن عمليات اجريت في العام الماضي. هذه صحيحه انه هو قبض السنه دي وحطهم السنه دي في القرار وخلاص، ولم يدرج ضمن ايراداته 40,000 ريال متحصلات هذا العام عن عمليات ستجرى في العام القادم. ما دام ماشي على اساس النقد المعدل يبقى ياخذ الايرادات نقد، اللي يتحصل نقد يضاف في الاقرار، يبقى كان لازم يضيف ال 40 هو ما ضافهاش، يبقى المفروض الفحص الزكاه وفحص الضريب يضيف. كذلك اتضح انه ادرج ضمن مصروفات 12,000 ريال سددت هذا العام كايجار للعياده اعتبارا من اول ابريل، يعني ايجار لمكان مزاوله العمل، دفع كام؟ 12,000. 12,000 دي من اول ابريل هذا العام لمده سنه. احنا الراجل ده سنته بتبدا في 1/1 يبقى هتنتهي كام؟ 31/12. يبقى في الحاله دي نعمل ايه؟ نحمله بالمصروفات وفقا للاستحقاق، دفع 12,000 على 12 شهر يبدا في 1/4 يبقى انا هاخد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 يعني 9 شهور. باخد 12,000 اقسمها على 12 واضربها في 9 هتديني 9,000 هذا ما يخص العام. طيب هو حمل 12,000 في المصروفات، لا ال 3,000 دي لا نعترف بها، يبقى في 3,000 لم نعترف بها في المصروفات فتضاف، في 40,000 ايرادات لم تضاف تضاف، يبقى يضاف كام؟ 43,000. ماشي يا شباب؟ طبعا بالنسبه للاجور والرواتب، الاجور والرواتب تعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم، لكن لا يحتسب راتب لصاحب المنشاه، لا يحتسب راتب لصاحب المنشاه، لا يحتسب له راتب ولا الشريك المتضامن، لا يحتسب راتب، لا يحتسب فائده راس المال، لا تحتسب مكافآت لصاحب المنشاه او الشريك المتضامن. طب افرض المحاسب او المكلف اضاف حاجه زي كده، لا الفاحص الضريبي يرجع تاني يعدل ويلغي الاضافه. اذا كان اضاف تكاليف غير موافق عليها نظاميا نرجع احنا ايه؟ ويرجع الفاحص يضيف. ماشي يا شباب؟ الديون المعدومه تعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم بشرط. ماشي؟ تكاليف الديون المعدومه التاكد انها ديون تخص المنشاه تخص النشاط قادمه فعلا بس. والله الدين زي ادم فعلا خلاص نعتبره ديون معدومه ويعتبر من ضمن التكاليف واجبه الخصم. لكن الديون المعدومه دي يا شباب برضو فيها حاجه ثانيه اللي هي عندما نعدم دين ونوافق عليه او لا نوافق عليه. طب افرض تم تحصيله بعد سنه ولا اثنين، الديون المعدومه المحصله تعتبر ايرادات اذا كانت هيئه الزكاه والدخل اعتبرتها تكاليف سنة إعدامها. إن لم تعترف بها سنة إعدامها يجب ألا تدخل ضمن الإيرادات سنة تحصيلها. أنا بيقول لي قدمت منشأة الصالح والفالح قرارها الضريبة تضمن ربحها 85 مرفق بها حساب الأربعة. ماشي. رصيد المعدومة في حساب أربعة وخسارة 7500 وبفحص الدفاتر اتضح أن مبلغ 4500 ديون معدومه خلال العام وبها مستندات. ماشي يعني 7500 اهو منهم 4500 باقي كام؟ باقيين 3000.
1600 ريال ديون أعدمت عند الجارد نتيجة تنامي الإدارة المنشأة تنامي لإدارة المنشأة معلومات بإفلاس أحد المدينين بمبلغ 3200. ماشي لا يا شباب، ما ينفعش. عرفنا إن واحد عليه فلوس بس مش هيسدد، لا لازم نتأكد ويصدر حكم إفلاس. وباقي المبلغ مصحوبات بضاعة لأحد الشركاء، أيضا مصحوبات لا تعتبر من ضمن الدين المبلغ. طيب في الحالة دي إيه اللي يحصل؟ الفاحص الضريبي يضيف كام؟ 3000. كم؟ 7500، من 4500 ل 7000. في هذه الحالة يضاف 3000 يا شباب. ماشي؟ مسحوبات الشريك ماشي، لا تعتبر. ماشي ماشي. بص يا شباب، هنا مثال على الرواتب والأجور. إذا كان ربح المحاسبة لإحدى المنشآت قد بلغ 100,000 ولكنه يتضمن 8,000 ريال مكاسب لا تخضع للضريبة، هذه تستبعد يا شباب. 8,000 مكاسب لا تخضع، ممكن تكون مكاسب بيع أوراق مالية مثلا. ماشي، فدي لا تخضع، بيقول لي إهدارات تستبعد يعني تخصم. 10,000 ريال مصاريف غير مسموح بخصمها ضريبيا، يعني اتحطت اتحسبت، لا نوافق عليها. لذلك يا شباب دي ايه اللي يحصل فيها؟ دي يا شباب تضاف. ولم يكن يتضمن 15,000 ريال مكاسب تخضع. دي تضاف. ولم يتضمن 2000 ريال مصاريف مسموح بخصمها ضريبيا. حلو، يعني معناها ما تسجلتش كان يجب ان تسجل. لذلك دي يا شباب تخصم. ماشي، قول التعديل يا شباب. الربح المحاسبي نضيف عليه 15، نضيف عليه ال 10,000، ونطرح منه الايرادات ال 8 وال2. الناتج هو 115,000. ماشي يا شباب. إذا كان الربح المحاسبي لإحدى المنشآت قد بلغ 120,000 ريال، يتضمن 8,000 ريال مكاسب لا تخضع للضريبة، و 10,000 ريال مصاريف غير مسموح بخصمها ضريبيا، ولم يكن يتضمن 15,000 ريال مكاسب تخضع للضريبة، و 2000 ريال مصاريف مسموح بخصمها ضريبيا، وبالتالي يكون صافي الدخل الضريبي هو 110,000 أم 125,000 أم 115,000 أم 135,000. ماشي يا شباب. طبعا هنا يتضمن 8,000 ريال مكاسب لا تخضع للضريبة، مكاسب لا تخضع بدون تخصم، و 10,000 ريال مصاريف غير مسموح بخصمها ضريبيا لتضاف، ولم يكن يتضمن 15,000 ريال مكاسب تخضع، يعني ما تسجلش، لا دي تضاف، و 2000 ريال مصاريف مسموح بخصمها ضريبيا بس ما اتحطتش لتخصم. ايوه يا جلال، يا جلال دخلت وخرجت يا جلال، انت صح؟ جلال تسمعني؟ تسمعني يا جلال؟ يا جلال تسمعني؟ اكتب شيء يا اخي، اكتب. لا اله الا الله. ماشي.
شكرا لكم الأخوة الكرام طلاب المستوى السابع، وكنا معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة. ننتقل إلى المحاضرة الثانية مباشرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاء الخروج والدخول على المحاضرة الثانية.